أهلا وسهلا بكم في مقرر الهندسة التفاضلية المحاضرة رقم 6. سوف نتكلم عن إعادة التمثيل البارامتري. تكلمنا في المحاضرة الماضية أنه إذا كان لدينا منحنى بارامتري وليكن ألفا من الـ I إلى الـ Rn، يمكن إعادة تمثيله بارامتريا كمنحنى وليكن اللي هو البيتا من جي إلى الار ان. متى؟ قلنا إذا وجدت دالة تقابل تفاضلية سميناها الفاي، بحيث انه الفاي تروح من الجي الى الاي، وتكون الدالة العكسية لها اللي هي الفاي انفيرس اللي هي من الاي الى الجي تكون ايضا تفاضلية. وخذنا المثال التالي اللي هو قلنا الألفا تساوي الكوساين تي وساين تي اللي هي التمثيل البارامتري لدائرة الوحدة اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي الواحد. قلنا انه ممكن اعادة تمثيلها باستخدام بيتا تي عبارة عن ساين تي وكوساين تي، واخذنا انه الفاي تي داش يساوي الباي على 2 ناقص التي داش، لأنه القاعدة اللي تربط بينهم اللي هي القاعدة هي عبارة عن الفاي اوف تي بار تساوي التي، وليكن هذا هو البيتا. البيتا هو إعادة تمثيل للألفا، أو نقول الألفا هي إعادة تمثيل للبيتا. متى؟ قلنا إذا وجدت دالة تقابل تفاضلية الآي تربط بين الجي والآي، يعني يوجد فاي والفاي هذا معرف من جي إلى الآي. يعني بكل بساطة بيكون عندك البيتا من الجي إلى الار ان، وعندك الألفا من الاي إلى الار ان. كنا ننظر إلى مجال البيتا والألفا. إذا وجد الدالة هذه شو تسوي؟ تربط بينهما، يعني أستطيع الذهاب من الجي إلى الآي، واللي يربط بينهم هو دالة نسميها مثلا الفاي، تأخذ الجي وتوديها إلى الآي. وكذلك لدي اللي هي الفاي انفيرس اللي هي الدالة العكسية، تأخذ الآي وتوديها الجي، يعني كل عنصر في الجي له صورة في الآي. النقطة هذه لها صورة وحيدة، النقطة هذه لها صورة وحيدة، وهكذا. إذا أخذت عنصر في هذا المكان وسميته تي بار، راح يكون صورته تحت تأثير الفاي يساوي التي. التي هذا وين موجود؟ موجود في الآي، والتي بار موجود وين؟ في الجي. طيب الآن راح نأخذ النظرية التالية. قل لك أي إعادة تمثيل بارامتري لمنحنى منتظم هو أيضا ماذا؟ تمثيل منتظم. ماذا يعني؟ لو كان لدينا الألفا من الآي إلى الآر إن، وقال لك إنه هذا التمثيل وهذا المنحنى هو منحنى منتظم. طيب لو أعد تمثيله
أعد تمثيله وأصبح لدي بيتا من جي إلى الـ Rn. البيتا إعادة تمثيل الألفا، والألفا منتظم. السؤال: هل بيتا منحنى أو تمثيل بارامتري منتظم لألفا؟ هذا هو السؤال. لدينا منحنى اللي هو الألفا، ومعلومة لدي إنه المنحنى منتظم، ولدي معلومة أخرى اللي هي إنه البيتا هو إعادة تمثيل لألفا. السؤال: هل البيتا اللي هو إعادة تمثيل للمنحنى ألفا هل راح يكون منتظم؟ النظرية هذه تجيب على هذا التساؤل، والإجابة هي نعم. إذا كان الألفا منتظم والبيتا هو إعادة تمثيل للألفا، إذن بالتالي 100% راح يكون البيتا هو منحنى منتظم. كيف نثبتها؟ أولا المعطيات. المعطى إنه لدينا المنحنى المنتظم ألفا. ماذا يعني أن المنحنى منتظم؟ نعرف أن المنحنى المنتظم يعني أن مشتقة الألفا، المشتقة الأولى لألفا، تختلف عن المنحنى الصفري، لا تساوي المنحنى الصفري دي ألفا على دي تي، لا تساوي المتجه الصفري. هذا معنات أن المنحنى منتظم، وأخذناها في تعريف سابق. ثم بعد ذلك لدينا معطى آخر، إنه البيتا هو إعادة تمثيل لألفا. إذن لدينا أولا إعادة تمثيل، ولدينا المنحنى منتظم. هذه في المعطيات. هذا المعطى الأول، إنه الألفا منحنى منتظم. الشغلة الثانية إنه البيتا هي إعادة تمثيل لألفا. الآن ما هو المطلوب إثباته؟ نريد أن نثبت أن البيتا منحنى منتظم. إذن لدينا معطى ولدينا مطلوب. قلنا المعطى، نعيد إيش المعطى؟ المعطى أولا أن ألفا منتظم اللي بلون أحمر. ألفا منتظم، ولدينا إعادة تمثيل لألفا نسميه البيتا. البيتا إعادة تمثيل لألفا. ما هو المطلوب؟ المطلوب إثبات أن البيتا منتظم. طيب كيف نثبتها بكل سهولة؟ نثبتها نستخدم المعطيات. بما أن المنحنى منتظم يعني أن المشتقة لا تساوي الصفر. لدينا أن البيتا هو إعادة تمثيل، إذا من التعريف يوجد دالة تقابل ملساء يعني تفاضلية نسميها الفاي. طبعا هذه من التعريف السابق اللي أخذناه قبل شوي. بيتا إعادة تمثيل الألفا يعني من التعريف أنه يوجد دالة تقابل ملساء بهذا الشكل، تأخذ الجي وتوديها للآي، بحيث أن كل عنصر من الجي له صورة وحيدة. إذا كان العنصر اللي في الجي هو التي بار، والآي التي، إذن يعني أنه فاي صورة التي بار تحت تأثير الفاي تساوي التي. هذه واضحة، إنه التي بار صورتها هي التي.
إذن هذا معروف لأنه من تعريف إعادة التمثيل، حيث التي بار تنتمي للجي والتي تنتمي إلى الآر، ولتكن الدالة العكسية لها الانفيرس نعرف أنه موجودة لأن تقابل، راح نسميها الساي، أي أن العكس واضح أنه الفاي صورة التي بار تحت تأثير الفاي تساوي التي، إذن العكس لما تأخذ الساي للتي ماذا تساوي؟ راح تساوي التي بار، واضح من الدالة العكسية. ونعرف الحين معنى هذه العلاقة كيف جت، لأنه الفاي مع الفاي للتي هي نفس التي، هذه واضحة لأنه الدالة لما نأثر عليها بدالة نفس الدالة العكسية لها راح يعطينا نفس العنصر تي، ونعرف انه الفي انفيرس سميناها بالساي، اذا هي نفس هذه بس استبدلنا الفاي انفيرس بالساي. الان ماذا نفعل؟ نشتق الطرفين بدلالة تي باستخدام قاعدة السلسلة. اذا دي الفاي، لأن الدالة الفاي هي دالة بدلالة التي بار، إذا راح نشتقها بالتي بار. في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي الساي نشتقها بدلالة التي تساوي مشتقة التي بواحد. إذا لاحظ إنه حاصل ضرب الفاي بدلالة التي بار والساي بدلالة التي حاصل ضربهم يساوي الواحد. لما تضرب حاصل ضرب قيمتين يساوي الواحد، يعني انه كلاهما لا يساوي الصفر، لا هذه تساوي الصفر ولا الثانية تساوي الصفر. لماذا؟ لان الناتج مساوي للواحد. لما يكون اكس ضرب واي تساوي الواحد، يعني الاكس ما راح تساوي الصفر والواي ما راح تساوي الصفر. اذا استفدنا من هذه انه دي الفاي مشتقة الفاي بالنسبة لتي بار لا يساوي الصفر. الان نركز على المعادلة هذه، البيتا للتي بار تساوي الالفا اوف فاي اوف تي بار. طبعا هذه من تعريف موجودة، هذا هو تعريف اللي هو إعادة التمثيل. لو رجعنا لإعادة التمثيل لدينا أن البي تي بار تساوي الألفا اوف تي، هذه هي إعادة التمثيل. لو رجعنا للتعريف، هذا هو تعريف إعادة التمثيل، البي أو البيتا تي بار تساوي الألفا ألفا أوف تي. الحين بإمكاني أشيل التي وأحط مكانها قيمتها اللي هو فاي اوف تي بار اللي هي نفس هذه هي نفس الموجودة بالنص من تعريف إعادة التمثيل المنحنى. الآن نشتق بالنسبة التي بار، نشتق هذه بالنسبة التي بار، راح يكون دي بيتا على دي تي بار تساوي
نشتق. هذه راح تكون أصلاً زي ما قلت لكم هي أصلاً دي تي راح تكون تي ألفا على دي تي في مشتقة ما بداخل اللي هو هذه عبارة عن الفاي دي تي بار. نشتق الفاي بدلالة التي بار. طبعا هذه لا تساوي الصفر. لماذا؟ لأن المنحنى منتظم، المنحنى منتظم، بالإضافة إلى أنه الفاي على الدي تي بار من الخطوة اللي قبل اللي هي هذه لا تساوي الصفر. طيب هذه ما راح تساوي الصفر وهذه ما راح تساوي الصفر، حاصل ضربهم الناتج اللي هو البيتا دي بيتا على الدي تي بار، معناته انه هذا لا يساوي الصفر. اذا هذا يعني ان البيتا منحنى منتظم، وهذا اللي كنا نبغى نثبته انه الدي بي بيتا على الدي تي بار لا يساوي الصفر، وهذا هو الشيء المطلوب اللي اثبتناه. طيب الان ليكن لدينا المنحنى الفا اوف اي الى الار ان، هذا المنحنى يكون ممثل بارامتريا باستخدام طول القوس متى؟ إذا كان لدي طول المشتقة الأولى تساوي الواحد لكل تي تنتمي إلى مجال الألفا. إذا تحقق معناته أنه الألفا ممثل باستخدام طول القوس، وبالتالي ممكن نقول أنه ممثل طبيعيا، يعني هي نفسها لما نقول البارامتر، البارامتر هو طول المستخدم هو طول القوس، أي أن الاس تساوي ات. طبعا هذه واضحة لأن تذكر أن الاس دالة طول القوس ماذا تساوي؟ التكامل من صفر إلى تي للألفا طول الألفا شرطة يو دي يو. طبعا هذه لما تكون الطول مساوي للواحد نعوض في التكامل، نعوض مكان هذه بواحد، وبالتالي يصبح التكامل من صفر التي للواحد دي يو هي عبارة عن اليو، ونعوض بحدود التكامل اللي هي من صفر إلى تي، إذا تصبح تي ناقص الصفر اللي هي مساوية للتي، إذا الاس تساوي التي. إذا دائما وأبدا لما يكون الاس يساوي تي يعني أن طول المشتقة يساوي الواحد. وإذا أخذنا أي منحنى ألفا تي تساوي الاكس واحد تي اكس اثنين تي إلى الاكس ان تي، هذا المنحنى يكون ممثل باستخدام طول القوس متى؟ عندما يكون طول الألفا شرطة تي يساوي الواحد. عندها بإمكانك إنه تكتب المنحنى بهذا الشكل، ألفا أوف إس تساوي إكس واحد S X2 S وهكذا إلى الـ XN S. فيه نظرية أخرى اللي هي التمثيل البارامتري لمنحنى ألفا، يوجد له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس متى؟ إذا وفقط إذا كان المنحنى منتظم. لما يكون المنحنى ماذا؟ منتظم. طيب
الحين لدينا منحنى الفا، الالفا هذا من الاي الى الار ان، وافرض انك حسبت طول المشتقة طلعت لا تساوي الواحد، اذا التمثيل البارامتري غير طبيعي، يعني ان الباراميتر المستخدم ليس طول القوس. اذا بالتالي هل يمكن اعادة تمثيله باستخدام طول القوس؟ كيف اعرف انه يوجد للمنحنى إعادة تمثيل باستخدام طول القوس؟ النظرية هذه تجيب على هذا التساؤل، إنه التمثيل البارامتري للمنحنى ألفا يوجد له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس متى؟ يقول لك إذا كان الألفا منتظم. إذا كان الألفا منتظم، إذا بالتالي مليون في المية راح يكون له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس، والعكس صحيح، إذا كان يوجد له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس فإن المنحنى ألفا راح يكون منتظم. طيب، برهان النظرية، أولا نأخذ بهذا الاتجاه، نفرض أن المنحنى ألفا نفرض أن له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس. نفرض أن المنحنى ألفا، أنت ما تعرف هل هو منتظم أم لا، معطى أن المنحنى ألفا له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس. المطلوب، هذا هو المطلوب، إنه الألفا منحنى منتظم. طيب كيف نثبت إنه أي منحنى له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس فإنه مليون في المية راح يكون منحنى منتظم؟ إذا نستخدم تعريف إعادة تمثيل التمثيل لمنحنى. إذا كان لدينا الألفا، ولنفرض أن البيتا هو إعادة تمثيل له، إذا بالتالي راح يكون فيه دالة سمها الفاي، الفاي تأخذ الاس توديه إلى التي، يعني راح يكون عندك هنا البيتا من الجي إلى الار ان، ولدينا الألفا من الاي إلى الار ان. قلنا دائما وأبدا نبحث عن دالة تربط بين الجي والاي، وراح أسميها الفاي، تأخذ الجي وتوديها إلى الآي، راح يكون العنصر اللي بأخذه من الجي هو الاس، والعنصر اللي في الآي هو التي، بحيث أنه كل عنصر اس يرتبط بالتي. ولدينا أيضا هذا التعريف لنفس التعريف اللي أخذناها في المرة الماضية، لكن استبدلت الاس باتبار، الاس هنا هو نفس شغلة اس تساوي التبار، لكن استخدمت الاس لأنه أتكلم عن طول القوس. إلى الآن استخدمت نفس المفاهيم اللي تكلمت عنها في المرة الماضية، هذه كلها من إعادة تعريف أو إعادة تمثيل المنحنى. الآن نشتق بالنسبة لإس، راح يكون دي بيتا على دي إس، لأنها بدلالة الإس، دي بيتا على دي إس تساوي، راح أشتق هذه لأنها راح تكون بدلالة التي، طبعا هذه راح تساوي ألفا أوف التي، هي عبارة عن، شوف التي ماذا تساوي، فاي إس. وبالتالي لما اشتق هذه الالفا اصلا هي بدلالة التي، اذا راح اكتب الالفا بدلالة التي، ثم اشتق التي بدلالة الاس، لان التي دالة في الاس.
وبالتالي ثم بعد ذلك آخذ الطول، آخذ طول لهذا المقدار، إذا راح يكون طول البيتا على الدي اس. أنا فقط أخذت الطول الآن دي بيتا على دي اس تساوي طول دي ألفا على دي تي في طول، ما سويت شيء فقط أخذت الطول كل واحدة. طبعا نعرف أن الدي تي على الدي اس لا يساوي الصفر.